أنا أقول أنا دائما كنت أطالب أن يستقل القضاء استقلال تام، وأن يتم اختيار أعضاء محكمة التمييز ورئيس المحكمة من داخل المؤسسة القضائية دون الذهاب إلى مجلس النواب بالتصويت، وهو ما يخضع إلى مراهنات سياسية بين الكتل السياسية ويقيد القضاء. إذن هذا لازم يفهمه كل عراقي. يا أخي العراقي الآن أنا كصورة أنا من الناس ما كنت فهمه لأن برا، لكن أستاذ أمير اليوم مضح ليها. أنتوا لا تعتبون على القضاء، مشكلة بالسياسيين مو بالقضاء. القضاء مو حر أن يتخذ قرار، لأن أكو سياسي عنده سلطة تفرض على أنه أنا هذا قراري سياسي كحاكم كما عارف شي يسمونه. فإذا أنت وجهوا مناشداتكم مو انتقادات للقضاء، إنما وجهوا مسؤولية على اللي انتخبتوهم بالبرلمان. قلوا لهم هذا الشي سوونا إياه، هذا الشي فعلونا إياه، قانون إطلاق سراح الأبرياء، العفو العام، ما أعرف شي يسمونه، مو يم القضاء. طلعت الشغلة مو يم القضاء. أهم شيء هو أستاذ أنور، أهم شيء استقلال القضاء التام بعيدا عن سطوة مجلس النواب بترشيح القضاة والتصويت عليهم. يقدر القضاء يسوي هاي المسؤولية واحدة دون ما يرجع الأحد؟ ما ممكن، لأن بوفق الدستور يتم اختيار أعضاء مجلس التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتصويت من قبل مجلس النواب. لازم تعيين دستوري. هذا المؤلم.